بسم الله الرحمن الرحيم. هنا برو بارتس اوف بروبورشن. هو عامة البروبورشن ان يكون عندنا برو بارتس بروبورشن. البروبورشن عامة هو ايه؟ احنا عارفين مثلا ان لما اقول 2 اوفر 3 دي كانت ريشيو اصلا، كانت 2 اوفر 3 يعني طول عمرنا بنقول على ده فراكشن، دلوقتي بنقول عليه ريشيو. هو اسمه فراكشن واسمه ريشيو، يعني 2 اوفر 3 ده اللي هو كنا بنقول عليه فراكشن ممكن اقول عليه ريشيو. 4 اوفر 6 مثلا دي ريشيو، هو فعلا لو انا عملت 2 تايمز 2 تديني 4، 3 تايمز 2 تديني 6. طب مثلا لو انا عملت ال 4 دي تايم 3 تديني 12، لو عملت ال 6 تايم 3 تديني 18. معنى كده ان كل الريشيوز دول، يعني ده الفراكشن ده اسمه ريشيو وده اسمه ريشيو وده اسمه ريشيو، لما يكونوا كذا ريشيو بيساووا بعض كده يقول عليهم ايه؟ بروبورشن. يبقى البروبورشن هو عباره عن ايه؟ ايكواليتي متساوي اوف تو اور مور ريشيوز. يعني دلوقتي ادي ريشيو تساوي ريشيو، ده يسموه بروبورشن. طب لو 3 ريشيوز بيساووا بعض سموهم بروبورشن، وهكذا. ده بس عشان لو سالني معنى البروبورشن ايه. من الاخر يعني هو بيجيب لي الاسئله، بيجيب لي كده حاجه زي كده، يقول لي اف ايه؟ اف اكس اوفر 5 ايكوال مثلا نحل نمبر اف من كتاب المعاصر، اف 4 اوفر 5 ايكوال اكس اوفر 1.25 then x equal. السؤال بيجي لنا كده في الامتحان ده كده بيسموه بروبورشن. بروبورشن يعني ايه؟ ادي ريشيو اللي هي الفراكشن اسمه ريشيو ايكوال انذر ريشيو، احنا عايزين نجيب الاكس. كل ما عليا اني بعمل حاجه اسمها كروس مالتيبيكيشن. طب الكروس مالتيبيكيشن ده عامله ازاي؟ الاكس نشوفها متوصله بمين؟ متوصله بالفايل. الاكس اللي انا عاوزها او اللي هو طالبها متوصله بالفايل، نقوم حاطين يعني لما اجي احلها اهو الاكس متوصله بال5، نقوم كاتب ال5 تحت ده ونعمل ايه؟ نعمل 4 تايمز 1.25 تاني، يبقى الاكس متوصله بال5، ده بيسموه ار وده انذر ار. الاكس متوصله بال5، احط ال5 تحت واعمل 4 تايمز 1.25 واقوم حاسبها وخلاص، هتطلع الانسر بتاعت الاكس. يعني انا اقول له اكس ايكوال، اقوم حاطط ال5 تحت 4 تايمز 1.25 واحسب دي على الكالكوليتر هتطلع الاجابه 1. خلاص يبقى اكس ايكوال وخلاص عليك. طيب ساعات هو طبعا هيقول لي فاين ذا فاليو اوف اكس، يا يقول لي اكس يعني من الاخر هو عايز الاكس، يعني اكس اوفر 5 ايكوال 3 ويقول لي الاكس ايكوال 10 او فاين ذا فاليو اوف اكس او يقول لي ذن اكس. برضه هعمل كروس، بس هعمل كروس مع مين؟ قال لك ما 3 دي اصلا كانت كانها اوفر 1. ال 3 دي كانها كانت اوفر 1، اقدر اعمل كروس كده؟ اهو. او كاتب اكس ايكوال، مين اللي شابك مع الاكس؟ ال 1 نخليه تحت. واعمل 3 تايمز 5 4. تطلع الانسر 15، بس يبقى الاكس 15. سهل ولا صعب الكلام ده؟ نقفله بس كده ده هو ده شغال على كده، بس في بقى مسائل كلاميه، بس انا بتكلم دي الفكره الرئيسيه. طيب لو جينا بصينا ممكن يجيبها لي بس على حاجه ايه؟ بدل الاكس يعمل لي نقط، يعني مثلا زي السؤال اللي بعد. احنا اتفقنا ان الاكس دي حطوها لنا لما كبرنا، وممكن يحط لي بدل الاكس يحط لي حرف، يعني يقول لي ايه دي اي حاجه. اوكي، وممكن احط له نقط، وممكن احط له مربع فاضي، يعني ممكن يعمل لي ايه؟ يعني انا المساله اللي انا بكتبها كده دي اللي بقول اكس اوفر 3 مثلا ايكوال 2 اوفر 6، انا ممكن اكتبها بكذا طريقه، ممكن يجيبها لي في الامتحان كده. ممكن يعمل لي جدول كده اصلا، يعمل لي جدول كده وحاطط لي نوع الاكس هنا، يعني احط لي بدل احط لي الاكس هنا
وال3 هنا وال2 هنا وال6 هنا، واللي كومبليت ذا تيبل. هي دي نفس الشكل، مفيش فيهم اي فرق. تمام، كل ما عليا اعمل انا عايز اجيب الاكس خلاص، كلهم نفس الحل، اكس ايكوال اهو اهو. ما هنا المكان الفاضي دوت يعني كان اكس، احنا صغيرين كان بيحط لنا نقط، دلوقتي لما كبرنا بيحط لي اكس. في جميع الحالات دي سواء دي او دي او دي، يعني ده الشكل ده او ده او ده، كلهم نفس الحل. او انا عامل ايه؟ اكس ايكوال مين اللي شابك مع الاكس؟ ال 6 خلاها تحت، واقوم عامل 2 تايم 3، احسب على الكالكوليتر تطلع الانسب بمنتهى البساطه يعني. تمام؟ بمنتهى البساطه. طب ساعات يكتبها لي ايه بقى؟ ممكن بدل ما اجيب لي المنظر ده بيقول لي ايه؟ بص بقى الحته دي، يعني كصوره رابعه للمنظر ده، يقول لي ايه؟ اف اقول بقى هنا اور برضه اور، ممكن يقول لي ايه؟ يقول لي اف اكس كوما 3 كوما 2 كوما اند 6 ار بروبورشنال. بروبورشنال يعني ايه برضو؟ معنى الكلمه دي يعني اكس اوفر 3 ايكوال 2 اوفر 6. يعني هو اول ما يقول لي الكلمه دي او ما يقول له معنى كلمتك دي، يعني معناها ان اكس اوفر 3 ده على ده ايكوال ده على ده 2 اوفر 6. وابتدي برضو اعمل الكروس واكمل. يبقى هو ممكن يجيب لي المنظر ده، 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 كلهم بنفس المعنى، كلهم بنفس المعنى. معايا سؤال ولا مش معايا؟ اه مايك. طب لما بيجيبهم كده ساعات يجي يجيب لي السؤال ده يقول لي ايه؟ طب هو الفيرست بروبورشنال مين؟ يقول له اكس. طب السكند بروبورشنال مين؟ 3. طب الثيرد بروبورشنال مين؟ 2. طب الفورث بروبورشنال مين؟ 6. ساعات يسالك في الاسئله دي. تمام؟ وساعات يجيب لي نفس السؤال ده برضو يقول لي ايه؟ هو عايزني اجيب الاكس، يقوم قايل لي ايه؟ فايند ذا الاكس، انا ملاحظ ان هو اول واحد، يقوم قايل لي فايند ذا فيرست بروبورشنال دي صيغه خمسه، فايند ذا فيرست بروبورشنال فور 2 3 اند 6 اند 6. طب ما فيرست بروبورشنال يعني، وساعات يحط لي هنا نقط. طب ما فيرست بروبورشنال يعني انت عايز تقول لي ان كان في واحد هنا اسمه اكس وكان هو اول واحد، عشان كده سموه فيرست بروبورشنال. برضه هو قايل له باكس اوفر 2 ايكوال 3 اوفر 6 وعامل كروس 2 تايم 3 اوفر 6 تطلع الاجابه 1. يبقى قال لي المنظر ده، قال لي ده، قال لي ده، قال لي ده، قال لي فاند ذا فيرست بروبورشن، وساعات يقول لي فاند ذا ثيرد بروبورشن. يعني ساعات يجيب لي مسائل كده، يجيب لي كده مثلا يقول لي ايه؟ فايند ذا ثيرد بروبورشن فور، يقوم جايب لي مثلا ايه؟ 5 و10 واكس وشو اكس بقى، طالما اقول لي فايند ذا ثيرد بروبورشن احط لي مكانه نقط مثلا و20، يعني عايز تالت واحد يعني بالاخر. فايند ذا ثيرد بروبورشن يعني انت عايز تالت واحد. بسيطه هو منين له عادي 5 اوفر 10 ايكوال مين اللي هنا اوفر هنا؟ عايزه تقولي نقط اوفر 20 ماشي، بس احنا بنفضل اكس على طول. هو حتى لو ما قالش اكس نقول له على اكس، او ما قال له 5 اوفر 10 ايكوال اكس اوفر 20. طب انا كده عايز اجيب الاكس بقى، مش هسيبها على كده، كروس على طول اقول له اكس اكس، هي الاكس شابكه مع مين؟ مع ال 10، خلاص خلي ال 10 تحت واعمل 5 تايمز 20 فوق ونطلع الاجابه، تطلع الاجابه 10. سهل ولا صعب الكلام ده؟ لا سهل. طيب هقول لك على حاجه، احنا ممكن ناخد دلوقتي، هتصوري لي الاكسرسايز بس عشان المعاصر اللي عندي قديم، وخدي لي يا ستي من كل
من كل تمرين بلاش اول مسالتين، خدي اول مساله يعني مثلا اكسرسايز عندك 7 اهو مثلا. السؤال الاولاني خدي لي نمبر ايه، السؤال الثاني خدي لي نمبر ايه، السؤال الثالث خدي لي نمبر ايه، ايه رايك؟ الو تمام. عايز الو يعني تاخدي لي نمبر ايه من كل سؤال هليهم وبعتهم لي بس كويستشن 3 احنا ما خدناش واحده زيها. نمبر كام؟ 3 كويستشن 3 اللي هو التيبل. ايه؟ كويستشن 3 اللي هو فيه تيبل ولا فيه ايه؟ ده حصوره. اللي هي 2 اوفر 5 ايكوال 6 اوفر كام ايكوال مش عارف كده، دي سهله برضه نفس القصه بس كذا كروس مع بعض. بس ماشي ماشي. ثانيه اولاني هو اصل انا عندي الكويستشن ده نمبر 4 لكن انا كتابي قديم. بص يا سيدي دي سهله جدا بس كذا كروس مع بعض بقى ازاي؟ يعني بقول لك ايه؟ هسيب نمبر ايه عشان نرجع نخليه؟ هاخد مثلا اخر واحده 3 اوفر 18 ايكوال كام اوفر 10 ايكوال 7 اوفر كام ايكوال 8 اوفر كام ايكوال كام اوفر 7. بسيطه جدا. انا هقوم اعمل ايه؟ يبقى في عندي ريشيو التو تيرمز بتوعها موجودين، هو دول بيسموهم تيرمز اوف ريشيو زي ما اتفقنا. يعني ريشيو بمعنى صح تعتبر كامله يعني اللي هي دي، ودي كل ريشيو فيهم ناقص حاجه، دي ناقص حاجه، دي ناقص حاجه، دي ناقص حاجه. كل واحده من دول هناخدها مع دي ونعملها مساله، يعني اقول له 3 اوفر 18 ايكوال بلاش بقى النقط بقى اكس اوفر 2. ممكن عايز اسميها ايه على فكره؟ في ناس بتسميها ايه؟ يعني سمي ده ايه؟ سمي ده بي، سمي ده سي، وسمي ده دي. اشتغلهم بقى واحده واحده. يعني دي كانها اربع مسائل في بعض. يعني عايز يمسك دي؟ يقوم عامل بقى كروس. انت عايز الدي؟ الدي ايكوال شبكه مع 18، اكتب ال 18 تحت. الدي تايم 34 قوم بحسبها على الكالكوليتر طلع 5، خلاص شوف كاتب هنا 5. خلص دي، خش على دي، يكتب تاني 3 اوفر 18 اللي هي الريشيو دي بس ياخدها مع دي 7 اوفر دي. كروس تاني عايز اجيب البي، البي شبكه مع مين؟ اهم حاجه هي شبكه مع مين؟ مع 3 زي ما يكون اللي بيبقى شابك معاها ده عقابا له بيتحط تحت عشان هو شابك مع حاجه امنون او مجهوله مع لتر يعني 3 اتحط تحت و7 تايمز 18 4 طلع الاجابه 42. هنا 42 نرجع ناخد دي مع دي. فهمت الفكره بتاعتها ايه؟ الو؟ تمام. بس حاجه يعني كانها كام مساله؟ واحد اثنين ثلاثه كان اربع مسائل في بعض الاخر كل مساله منهم اخدها سواب دي. طبعا دي ريشيو ريشيو ريشيو، ما احنا قلنا البروبورشن كذا ريشيو بيساوي بعض. يعني التعريف بيقول لك ايه؟ هو البروبورشن از ذا ايكواليتي اوف تو اور مور ريشيوز، لان هما كذا ريشيو بيساوي بعض اهو. تمام؟ طيب فاحنا ممكن ناخد بقى ايه؟ استاذين بس اوريك الاكسرسايز عشان قدامي لان انا الكتاب بتاعي قديم عشان ابقى بتابع معاك لسه، انت كتابك بتاع 2022. فصوريه على الجروب وحلي لي بقى. بصي من كل سؤال زي ما اتفقنا، كويشن 1 حلي نمبر 2، كويشن 2 نمبر 8، وانت ماشيه كده. ايه؟ طيب هقول لك برضو الاول في فكره بقى ممكن يجيبها لي كمساله كلاميه. الاول بص يا سارة قبل ما نخليك تحلي برضو ده انا صورتها ولا ما صورتهاش؟ ماشي معلش. بص في فكره ممكن يجيبها لي زي ايه؟ ركز بقى معايا. زي كويشن نمبر 9 بيقول لي ايه؟ دي لازم نقولها الاول. بص يجيب لي اكس بلس 1 اوفر مثلا 3 ايكوال مثلا 15 هنا 12 كده مثلا. طب كده اعمل فيها ايه بقى؟ ولا اي حاجه. اعمل برضو كروس بس بدل ما انا كنت بكتب هنا اكس ايكوال وبرمي ده تحت اللي هو الايه؟ مين اللي شابك معايا؟ مش 15 كنت بعمل 3 تايمز 12 فوق، مش كنت انا بعمل، مش انا كنت بعمل كده؟ خلاص؟
فكانت بتطلع كام؟ عايز اخلي النمبر ده سهل شويه، خليه تاني بس. كنت بعمل كده كنت طالع الاجابه دي. لا المره دي بقى مش هقول اكس، هو مش اكس، هو اسمه اكس بلس 1. هو اسمه اكس بلس 1، يعني معناه ان الاكس بلس 1 هي اللي اجابتها بتقول. طب احنا كنا بناخد الكلام ده في سنه خامسه لو تفتكر. اكس بلس 1 ايكوال، كنت بتجيب الاكس ازاي؟ مش كنت بتودي ال1 ده بالماينس الناحيه الثانيه؟ فاكره ولا مش فاكره؟ لا ناسيها بصراحة، ها؟ افتكرته دلوقتي. كنا بنودي ال1 ده بالماينس الناحيه الثانيه، يبقى 2 ماينس 1 يبقى اكس ايكوال 1 بس. وحتى هي لوجيك اصلا، اكس يعني كان مربع فاضي، كاني بقول لك ايه الرقم اللي اتحط هنا بلس ال1 يدي 2، هو 1 اصلا. يعني الاكس كانت ب1 من غير ما انقل ولا اعمل، بس انا عشان احلله بستبس فبقول له بنوديه. طيب في مساله هجيبها لك زي مين؟ يعني بس معقده شويه. يقول لي مثلا زي ايه؟ يا نمبر كي، يقول لي طب 5 وهنا اكس ماينس 3 شكلها مرعب شويه، اوفر 6 ايكوال 10 اوفر 12. بسيطه جدا. انا هدفي اجيب مين؟ عايز اجيب ده كروسوم، اقوم واخد ده زي ما هو كده اكتبه كده واقول ايكوال ايه بقى اللي شابك معاه اللي هو 12 خليها تحت، واعمل 10 تايم 6 فوق، هتقوم طالعه الاجابه 5. اقوم قايل له يبقى البتاعه دي كده اللي هي 5 في اكس ماينس 3 ايكوال 5. في مشكله لحد كده؟ الو؟ ايوه معاك. سهلة ولا صعبة؟ هي الفكرة بدل ما هو جايب لي اكس وكنت بقول اكس ايكوال، لما كان بيقول لي هنا اكس كنت بقول له اكس ايكوال وعامل الكروس، جايب لي بدل اكس ايكوال البتاع المكلكعة دي، مفيش مشكلة، يبقى البتاع المكلكعة دي بتساوي 5. طب عايزين نجيب الاكس بقى نجيبها ازاي؟ قال لك بسيط. مفيش صوت. ها؟ مفيش صوت ازاي؟ سامعاني كده ولا مش سامعاني؟ الو؟ الو؟ طب اطلعي ادخلي تاني يا سلام. الفكره في المساله دي ايه؟ ان هو لما كان بيجيب لي هنا اكس كده، مش انا كنت بقول ايه؟ كنت بقول هنا اكس ايكوال كده، كنت بعمل كده. بصي كنت بقوم قايل الاكس اهي ال 12 هتحط تحت واعمل دول تايمز بعض فوق، وبرجع اقول له تحتها اكس ايكوال 5، احسب دي تطلع 5. الجديد بقى انه ما جابليش اكس، ده زود لي حاجات مع الاكس، حط لي الاكس دي في براكت ومعاه ماينس 3 وهنا 5، ماشي خلاص مفيش مشكله. يبقى هنا مش اكس ايكوال بقى، لا ده اكس ماينس 3 اللي هي الكلكيعه دي كلها ايكوال الكلام ده، يعني برضو كده ايكوال 5. بقت ايكويشن هي اللي كنا بناخدها في سنه خمسه. كنا بنعمل ايه؟ كان المفترض يقول لنا ال 5 اللي جنب البراكت دي معناها ان هي تايم. بتعمل ايه؟ نتخلص منها نوديها بالديفايدد الناحيه الثانيه. مبدئيا يبقى دي بقت اكس ماينس 3، ما ال 5 اتشالت من هنا بقى. هو عامل 5 ديفايدد 5، ما انا وديت ال 5 دي بالايه؟ بالديفايد 5 ديفايد 5 هيدينا 1. نرجع نتخلص من ماينس 3 دي بان احنا نوديها هناك بالبلس اكس ايكوال 1 بلس 3 تدينا ايه؟ 4. فاهمها ولا مش فاهمها؟ يعني الو؟ الو؟ ايوه معاك. فاهمها يا سلام ولا مش فاهمها ولا اقولها تاني؟ لا قولها تاني. هي الفكره انه بدل الاكس جاب لي حاجه كبيره دي 5 في اكس ماينس 3. انا عادي عملت الكروس وطلعت الانسر بتاعتي هنا 5، بس انا عايز اخلص الاكس من الحاجات اللي حواليا دي، نخلصها من ال 5 اللي بره البراكت دي وده بالديفايد بتاعت اكس ماينس 3، ودي مشيت بقى ال 5 دي مشيت من هنا راحت هنا بالديفايد 5 ديفايد 5 طلعت 1. بعد كده نخلصها من 3 ودي 3 بالبلس بقت اكس ايكوال كام؟ 4. طيب في واحدة شكلها برضو
بيقول لي ايه؟ اعمل لي كده هديها لك اكتر، بيقول لي 2x plus 30 over 4 equal to 25. بسيطه جدا، احنا اتفقنا لما يجيب لي هو دي كده ما تحتهاش حاجه اعتبر كان تحتها 1. اعمل كروس اهو، انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب البتاعه دي كلها، مش اكس ده، مش جالي اكس، جالي 2x بلس 4 خلاص ايكوال، واعمل الكروس اهو، اعمل ايه؟ اللي شابك مع اللي هو ال 1 تحت، واعمل 4 تايمز 25 4. في مشكله لحد كده؟ لا تمام. هرجع اكتب دي على ما اخلص ده كده بالكالكوليتر هيطلع بالظبط. دلوقتي انا عايز اجيب الاكس بقى، الاكس شابك فيها حاجات، التول اللي لازقه جنبها دي كانها تايمز، طب ما فيش بينهم بلس ولا ماينس، ملزوقه في الاكس مباشره كده يبقى كانها تايمز. طب يا ترى نتخلص من دي الاول ولا نتخلص من التايمز الاول؟ قال لك لا، بنتخلص من الاضعف، الاضعف اللي هو البلس ده، نوديه الناحيه الثانيه بالماينس، يعني نكتب ال 2 اكس اهي ويبقى 100 ماينس 30. طب ليه انا ما عملناش كده؟ لا عشان ده براكت، فلازم نتخلص من النمبر اللي بره البراكت الاول بعد ما نخش جوه البراكت، لكن هنا ما فيش براكت فنتخلص من البلس الاول او دي بالماينس. طيب ارجع اكتب تاني كلمه 2 اكس على ما اخلص دي، 100 ماينس 30 تدينا 7. ما انا نقلت ده، نرجع نكتب ال 2 اكس على ما نخلص ده بس. طيب كده انا خلصت من 30، فاضل لي 2، 2 دي تايمز، تايمز توديه هناك بس بالديفايدد، يبقى دلوقتي هي مشيت من هنا بقى، بقت دي اكس بس، وبقت 70 ديفايدد 2 هتدينا كام؟ 35. انت معايا سلوى ولا مش معايا؟ اه تمام. لا لا ابتدت فهم كده شويه؟ تمام اه. انت هتحلهم تاني المسائل دي في البيت دي اللي انا حللها دي، هتفهمها اكتر بقى. طيب عايز اشوف برضه في مساله كلاميه، لو جات لي مساله كلاميه، طب تجي لنا مساله كلاميه ازاي؟ في مساله هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي افعلي فوت، انا عايز اشوف لك مساله من الكتاب بتاعك الجديد. شو نشوف مثلا مساله نمبر 10، وش نمبر 10 بيقول لي ا رانر كفرز 10 كيلومتر ان 2 اند هاف اورز. ثانية واحدة، انا كاتب كده اهو، انا عندي دلوقتي كيلومتر واور، وهم انا كاتب كده كيلومتر واور، خدي بالك هو بيجري الرانر ده بيجري ايه؟ اللي هو سؤال نمبر 10، بص عليه كده كتاب عندي، هو بيعرف يمشي 10 كيلومتر في 10 اورز، في 2 اند هاف اورز، طبعا في ريشو بقى، يبقى انا دلوقتي الريشو بين ايه؟ بين كيلومتر واور. طب راجع يقول لي بقى ايه؟ طب هي كفرز What is the distance؟ يسأل على الديستنس عند سيرفر اللي هي كفرز ان 8 اورز، 8 اورز يبقى نحط سوري ان 5 اورز، نحط ال 5 اورز تحت الاورز، وهو بيسألني عن حط تحت دي اكس خلاص. بص يبقى اكس ايكوال مين اللي شابك مع الاكس؟ اللي شابك مع الاكس ده اندر خليها تحت، ونعمل 5 تايمز 10، احسب كل ده على الكالكوليتر على يطلع لي 20. طب مش انت بتسال عن ديستنس اللي هي بالكيلومتر او كاتب 20؟ سهله ولا صعبه؟ سهل. طيب تعالي شوف اللي بعدها مثلا كده، if 15 kilograms of fluid produce 150 moles. من الاخر انت بتاخدي الكلمه اللي جنب ال 15، جنب ال 15 كاتب لي ايه؟ كيلوجرام، ادي كيلوجرام، وجنب الرقم الثاني اللي هو ال 150، او بمعنى صح بصي، مش انت بتقولي 15 كيلو جرام؟ اكتبها 15 كيلو جرام، سكتبي كيلو جرام في اكل ماشي؟ وعلى فكره عايز اكتبها جنبها مفيش مشكله، 15 كيلو جرام
بيدينا كام؟ بيدينا 150 لوز. 150 لوز قصادك لو. طيب انت عايز ايه بقى؟ بيقول لي طيب هاو ميني لوفز؟ نسأل هاللوفز، انا هحط تحت اللوفز اكس. كان بي برودوسد باي اوت اوف 22.5 كيلو جرام، حط دي تحت الكيلو جرام. فيها مشكله؟ يعني بنحط الكيلو جرام تحت بعضه واللوفز تحت بعضه. اعمل الكروس. تعرفي تقولي لي بقى، اقول له اكس ايكوال، مين اللي هيبقى فوق ومين اللي هيبقى تحت؟ قولي لي مين اللي هيبقى تحت الاول. البروتين هتبقى تحت. مين اللي هيبقى تحت؟ الفيفتين. الورقة دي سيفتي؟ الفيفتين. شبك معاك. خلاص بس، الاثنين دول مع بعض كده. بس يا ستي، طلع لي الكالكوليتر، هتلاقي طلعت 225. انت بتسالي مش ايه، مش عن لوبس؟ خلاص يبقى لوبس. اوكي كده ولا صعبه؟ لا تمام. كده اعتبر السيرفس كويس. عايزك بقى تغديلي من كل كويشن زي ما اتفقنا نمبر ايه في كل كويشن. تعرف تعملهم لي دلوقتي تبعتهم لي على الواتساب؟ تمام ماشي. مش هتاكد بس انت فاهمها. والباقي بقى خليه في الهوم ورك بقى. يعني بس سؤال واحده من كل سؤال كده. يعني كويشن 1 في من ايه لحد اتش، خدي نمبر ايه. كويشن 2 نفس القصه نمبر ايه، وهكذا. هسيب لك فيه مثلا زي كده ولا لا؟ على الواتساب. تمام.